السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. في هذه التغطية الخاصة من برنامج أجر العاملين، هذه التغطية خاصة بنشاطات أقسام العتبة العباسية المقدسة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لعام 1442 للهجرة. ضيفنا لهذا اليوم السيد هاشم الموسوي، نائب رئيس قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي، التابع للعتبتين المقدسين الحسينية والعباسية، فمرحبا به. سيدنا، احنا نريد نخلي المشاهدين بأجواء التحضيرات، تحضيراتكم اللي بدت من محرم حسب علمي عن موسم الأربعين. أولا أريد مقدمة، شنو نشاط القسم بالضبط في موسم الأربعين؟ يعني هاي تخلينا بالصورة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. في البدء نعرفكم بقسم الشعائر والمواكب الحسينية. قسم هو تابع للأمانتين العامتين، عتبتين الحسينية والعباسية المقدستين. القسم يعنى بتوثيق، أولا توثيق مواكب العزاء. طبعا مواكب العزاء، المواكب الحسينية شقين، نوعين من المواكب، بها الخدمية، مواكب خدمية اللي هي تقدم خدماتها للزائرين الكرام، مأكل ومشرب ومأوى والخدمات الطبية كذلك والنقل وما شابه. والشق الثاني أو النوع الثاني من المواكب تعنى بالتقديم العزاء لآل البيت عليهم السلام. طبعا القسم هو من عنوان مبين معروف لديكم، الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي. وبالتالي فأنتوا كل نشاطات المواكب والهيئات سواء كانت خدمية أو عزائية في كل الدول المشاركة لازم تكونون تحت نظر القسم. بالضبط، يعني أول شيء المهم هو هذا، توثيق هذه المواكب لدى سجلاتنا في القسم. بعد ذلك شلون التوثيق يصير؟ يعني شلون يصير التوثيق؟ عندنا سجلات، يعني يجي صاحب الموكب نطلب من عند المستمسكات الثبوتية حتى تعرفون أنه هذا موكب حقيقي صحيح له وجود. يعني صاحب المستمسكات القانونية الرئيسية اللي للكفيل الموكب تزكية دينية أو تأييد من مختار المنطقة بأنه فلان ابن فلان هو صاحب موكب عنده نشاط كذا كذا، هذا فهذا يكون معتمد عندنا. ننزل هاي المعلومات بالسجلات كقاعدة بيانات. طبعا كل كفيل يحق له يخلي مساعدين اثنين إله، نفس الإجراءات إله. وعندنا أرشفة همات كذلك ندخلها، أرشفة بناء على المحافظات والدول ولو شلون. بالضبط، عندنا كل محافظة حسب عدد مواكبها، يعني عندنا محافظات مواكبها تعدادها بالآلاف. فالسجلات اللي عندنا كل سجل به 500 موكب، بعض المحافظات وصلت إلى 12 سجل. يعني 6000 موكب. 6000 موكب أو أكثر همات. ومستمر التسجيل والتكاثر أعداد هاي المواكب. تتذكر أول العام سنة إيش قد كانت يعني من نشأة القسم؟ أنا أتذكر القسم يمكن نشأ سنة 2003 تقريباً أو 2004. يعني هو 2003 كانت بالبداية لجنة خارج العتبة. نعم. بعدين عملها تطور وهذا، فسمحت السيد المتولي الشرعي الله يحفظه قال تعالوا بالعتبة سواء مكان وهذا، قال مارسوا نشاطكم هنا واحنا داعمين لكم، شنو احتياجاتكم هذا. فكانت مبادرة من سماحته يعني ما توصف. فهيكلة العمل وصار عمل نظامي، صار عمل. وطبعا العمل أكثر كوادرة تطوعي، ما عدا إحنا يمكن اثنين كنا منتسبين، أما الباقي كلهم متطوعين قادمة السنين. عندكم يعني بالبداية أول تسجيل تتذكر الرقم إيش قد وهسه إيش قد صار حتى نخلي المشاهد بهاي المقارنة؟ يعني
يعني بداية القسم أو بداية اللجنة ما كان عندنا أعداد يعني تسجيل أعداد وهذا، ما بعدها صارت السجلات وهذا، فقمنا نسجل ونوثق. كان عندكم كفالات يعني؟ كان عندكم نظام كفالات وكذا لو لا؟ مو كفالات، وإنما تقول شون توثيق موافقة من القسم أو على مود دخول اللجنة حتى يتعارضون وياهم. يعني كانت العملية تنظيمية، الآن صارت تنظيمية وأمنية. بالضبط، بالدرجة الأولى تنظيمية، بداية تنظيمية، بعدين تطور إلى توثيق وإصدار تعهدات وضمان أمن المواكب والزائرين. بالضبط، بالتعاون مع مديرية شرطة كربلاء والشعب القانونية بالمديرية، فصار عمل متكامل ورسمي، والهوية مالت الموكب معترف بها حتى يضمن أنه يضمن أمن الموكب وأمن الزائرين وأمن الحركة بالمدينة. بالضبط، بالضبط، يعني تنظيم وأمان. تعرف إحنا وضع البلد صح مربك وهذا، فلازم يعني اللي الوافد إلى مدينة كربلاء يكون معرف موثق حتى الجانب الأمني نظمنا. هذا الجانب الآن، لأنه أغلب الناس بتعرف أنه هاي المواكب تدخل بدون تفتيش، وتدخل شلون تدخل بدون تفتيش؟ معناته أكو تعريف مسبق، وأكو يعني هذا أنا حب يعني هو كل عندنا بالمحافظات، كل محافظة بها ممثلية تابعة للقسم، الممثلية بها وحدات على الأقضية والنواحي، كل قضاء كل ناحية بوحدة مواكب تتبع الممثلية مالت المحافظة. زين، خلينا نكمل بس نطلع فاصل نرجع مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل بعد ذلك. شكرا لكم. التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية، يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم. عدنا أعزائي المشاهدين لتكملة هذا الحوار المفيد فعلا للمشاهدين في مجال معرفة كيف تسير المواكب، كيف تنظم عملها، كيف نضمن أمان الزائرين، ومع نائب رئيس قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي السيد هاشم موسوي. سيدنا، احنا نتكلم عن الهيكل مالتكم، انتوا عندكم ممثليات، عندكم شعب قلنا، وعندنا وحدات، كل وحدة تابعة لقضاء أو ناحية في كل محافظة. هالشكل ترتيبكم يصير؟ يعني القسم عنده بالمحافظات ممثليات، عندنا 9 ممثليات حسب المحافظات اللي يعني 9 محافظات، 9 ممثليات. تسع ممثليات. زين، عندنا بعض الممثليات ما منتظمة بها المحافظات، عفوا، ما منتظمة بها الممثليات، فشكلنا وحدات بها. لأنه أكو تعرف لقلة المواقف يعني النقاط متباعدة مثلا، يعني مثلا النواحي والأقضية، نعم، وجمعهم شوية بصعوبة، نعم، إضافة إلى بعض يعني خلافات وهذا، فارتئينا أنه نسوي وحدات مستقلة بهاي الأقضية تتبع مباشرة للقسم. تتبع مباشرة للقسم، عندنا 67 وحدة إدارية. يعني 67 عدد 9 ممثليات. لا، الممثلية واحد، الممثلية تتبعها عدة، هو قصدي يعني 9 ممثليات بها سلسلة من هذا، وعندك 67 المجموع 67 مجموع الوحدات المستقلة 67 اللي غير ما تابع الممثلية. بلي، وغير الوحدات اللي تابع الممثليات. فالتوثيق يبدي من الوحدة، توثيق الموكب، يعني يعرفون هذا الثقة وموجود من الوحدة الإدارية، قضاء أو ناحية، قضاء أو ناحية، وصولا إلى الممثلية، من ثم إلى القسم. يعني الموكب يجي كامل مكمل أمنية. فأنت كزائر، مو الزوار الآن قد يتسألون يقولون يا هذا موكب ده يدخل بفد 1000 نفر،
هذا معناتها الوحدة الإدارية، الوحدة التنظيمية تابعة لكم بلي. في تلك المدينة قضاء أو ناحية نعم. وموثق الموكب بحيث أنتوا هذا كله جاهز ضمن الضوابط اللي أكيد يكون مسؤول الموكب بالمقدمة يكون معرف هذا من قبلنا، إضافة إلى إذا موجود مسؤول الممثلية بعد أحسن يكون أحسن، إذا ما موجود يكفي كفيل الموكب زين. ونطلع من عنده مجموعة نعم. يوقفون باب الدخول يعرفون الداخلين ها حلو. بالموكب جيد. خاف أحد غريب من عندهم وبالتالي راح تضمن أنت ما يدخل واحد يعني حتى لو هو عنده غير موثق حتى لو بدون تفتيش فهو موثق بالضبط زين. هاي الناحية الأمنية زين. هسا أنتوا الآن عملكم بالأربعين، إحنا الآن هسا في شهر صفر نعم 1442 عملكم على الأدرى بيبدي من محرم هاي السنة من يا يوم بديتوا؟ عادة إحنا كل سنين الماضية التحضيرات تبدي من يوم 26 محرم 26 محرم إلى 10 صفر. تتوقع إيش قد المواكب اعتبار الآن تسجيل مستمر عندكم وفي تحضيرات صفر وإحنا في شهر صفر، إيش قد تتوقع يوصل العدد يعني كل سنة تقريبا إيش قد العام الماضي يعني مثلا؟ العام الماضي كان 12500 موكب اللي دخلن الحدود الاداريه لمدينه كربلاء لمحافظه كربلاء نعم. يعني هاي ال 12500 صدرت لهم تعهدات قانونيه من القسم وقانونيه الشرطه بالتعاون مع قياده الشرطه ومديريه حمايه الحرمين هالشكل بالضبط زين. هذا اللي فتتوقع العدد السنه يعني احنا خلال اربع ايام اللي هي من 26 محرم الى 29 محرم أربعة أيام أصدرنا أكثر من 5000 تعهد قانوني ومتوقع خلال الأيام مال صفر تكتمل يعني يوصل عدد 10000 تقريبا كما تعلمون. إحنا في وضع حرج حقيقة بسبب جائحة كورونا وهذا نعم. يعني نتوقع العدد يقل عن العام السابق لأنه الرجل كبير السن ما راح يدخل المريض او النساء يعني زين. تقدر تعطيني احصائيات الان يعني عدد المواكب المسجله اليوم عندكم اليوم باعتبار انت عندك هسه مو فقط العراق، عندك العراق والعالم الاسلامي نعم. طبعا احنا بنقول عالم اسلامي لا نقصد الدول المسلمه، لا نقصد حتى الدول غير المسلمه التي فيها مسلمين صحيح هذا الكلام؟ صحيح صحيح تمام زين. الان العدد المواكب المسجلة عندك إيش قد لحد اليوم؟ أكثر من 32 ألف موكب 32 ألف موكب عراقي وعربي وإسلامي وإسلامي عندنا مواكب هو في أفريقيا نعم يعني في دول غير إسلامية بس أكو أتباع أهل البيت لكن بها جاليات مسلمة بالضبط يعني مواطنين مسلمين تتوافى هواية من عندهم إجت يعني إجت قدمت العزاء في كربلاء نعم الأعوام السابقة أوروبا طبعاً عندكم أمريكيتين يعني خلي عندكم فد معلومة نعم هذه لكم وللمشاهدين الكرام عندنا موكب يحتوي على 66 دولة ما شاء الله يعني المعزين من 66 دولة من يطوب هذا أمم متحدة هذا بالضبط يعني من يطوب شوف 66 علم لطيف مع الدولة حاملين اجتماعهم هذا يعني يعني هي فكرة الموكب جاية من مجموع المواطنين يعني بلون هم ساهمتوا في دعم الموكب من ناحية معينة أو هاي شيء. الفكرة هي تبنتها مجموعة من الشباب المؤمن العراقيين ها. وبالذات في من أهالي كربلاء اللي ساكنين في أوروبا نعم لطيف فصارت اتصالات بيناتهم وكل من عنده صديق عنده قرايب عنده أخ في دولة في مدينة صار اتصالات بيناتهم وفاتحونا بالموضوع قالوا عندنا هيك مشروع واحنا باركنا لهم اكيد وقدمنا لهم الدعم كان من اجوا اعطيناهم الاحتياج اكثر احتياجاتهم يعني الخيم رادوا بعض المواد الغذائيه يعني كل التسهيلات تقدمت لهم والامانه العامه عتبة العباسيه ما قصرت وهي مش يعني دأبها هذه معروف اكيد هو هذا يعني شغل مستمر في هذا المجال هذا نموذج نعم قلت لك بيه موكب من 66 دوله طبعا بيهم مواطنين من تلك الدول وبيهم يعني مجنسين في تلك الدول صح بالضبط الاغلبيه مجنسين نعم. الاغلبيه مجنسين. اذا مو كلهم
الأغلبية مجنسين هاي دولهم. نعم. عندنا موكب من كينيا إجانا قبل كم سنة، مواطنين كينيين، مواطنين كينيين صرف يعني مالي، فقدموا العزاء بلغتهم. ما لطيف بلهجتهم. أنا شفت العام الماضي والعام وسا عندنا إندونيسيا، شفت ماليزيا عندكم مسجل. عندنا بلي بلي إندونيسيا ماليزيا يعني بدأوا يظهرون السنوات الأخيرة، كانوا سابقا ضمن هذا الموكب الظاهر يمكن تسوون أنتم. أنا شفتهم سابقا أعتقد 2012 هيك كانوا ضمن الموكب هذا أبو 66، بس يمكن السنة واحد. لا لا هذا ال 66 هو من يومه أول ما نزل 66 وظل مستمر على 66. انضافت هاي المواكب، قصدي يعني توسعت مستقلة يعني. نعم هاي مواكب مستقلة، مواطنين. أنا شفت مواطنين، مواطنين بس مواكب تنزل بأعلام وقطاع دولتهم. دولتهم يعني كينيا، نيجيريا، ماليزيا، هاي الدول الأجنبية اللي بيها من أتباع أهل البيت نزلوا على يعني دولهم. نعم انت دولهم واعلامهم، الولايات المتحده لغتهم، بريطانيا، فرنسا عندكم بالضبط. هذا عندنا هذا الموكب المشترك اللي 66 دوله اغلبها من اوروبا طبعا. اغلب اوروبا هذا طبعا. وعندنا عندنا من بريطانيا مستقل، عندنا من المانيا مستقل، عندنا من السويد، عندنا من الدنمارك، ذني مستقله فضلا عن اضافه الى هذا الموكب المشترك اللي ب 66 جيد. خلينا نكمل بس نطلع فاصل نرجع مره ثانيه. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل بعد ذلك. شكرا لكم. ايها الزائر المؤمن، كيف تستحضر الامام السجاد عليه السلام معك في زياره الاربعين؟ وأنت تسير بخطوات واثقة من أي مكان تنطلق فيه باتجاه قبر الإمام الحسين عليه السلام وتلتزم باحترام الآخرين، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في وقاره. وأنت تسير وتقرأ آيات من القرآن الكريم وتلتزم بأوقات الصلاة، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد عليه السلام في عبادته. وأنت ترتدي ملابس طاهرة وتحافظ على نظافة الطريق، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد بطهارته. وأنت تغض البصر وتبتعد عن الأماكن المكتظة بالنساء، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في شرفه وعفته. فبادر الآن واستحضر الإمام السجاد عليه السلام في شخصيتك، وكن مثالاً وقدوة للرجل الحسيني الملتزم أمام العالم. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم وهذا الفاصل الأخير. ننتقل إلى السيد هاشم الموسوي نائب رئيس قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي في هذه الرحلة المهمة المعلوماتية التي حقيقة أمتعتنا اليوم بهذه المعلومات. احنا عندنا الوقت قليل بقى، لكن نحب نجمل هذا التنظيم الرائع، العزاء اللي نسميه احنا آلاف، تفضلتوا قلتوا آلاف المواكب. هذا التنظيم شلون تدخل العتبتين، شلون تخرج، شلون تتنظم مع وجود هالملايين من الزائرين. حقيقة في منظر يعني المختصين في مجال التنظيم يقولون هذا الشغل مرتب ومتعوب عليه، فإطلالة بسيطة شلون يصير عندكم هذا التنظيم؟ نعم، عمل القسم لا يخلو من جهد وتعب على مدى أيام لتنظيم هذا الموضوع. فالقسم هو توثيقي وتنظيمي. أحسنت. بعد ما يكون توثيق المواكب في سجلاتنا وإصدار التعهدات القانونية، نصدر جدول بنزول هاي المواكب المعزية اللي هي تبدي من يوم 15 16 17 18 إلى 19. بعضها تنزل يوم 20 بعض المواكب، لكن الجدول الرئيسي بهاي الأيام من 15 الرئيسي إلى 19 لحد 19 حتى إتاحة الفرصة للزوار يوم 20 باعتبار يوم أداء الزيارة الأربعينية.
فتكون يكون أول يوم هو يوم 15 من نزول مواكب الظعون أو السبايا. نعم. استعراض هذه المواكب. وتبدي مواكب العزاء من يوم 16، هي يومين لعزاء الزنجيل 16 و17، ومن ثم 18 لمواكب العزاء اللطم. لطم. تقريبا يوميا هاي الايام الاربعه يدخلون للعتبتين ما يقارب 400 موكب. رقم كبير. تبدي من السادسة صباحا المباشرة بالنزول. نعم. إلى أكثر من منتصف الليل. يعني نقدر نقول 18 ساعة عمل للقسم، وقطعا هاي الست ساعات أنت عندكم أكيد اتصالات وتحضيرات ولوجستيات. طبعا القسم في إنذار، في إنذار أيام عدة بمحرم إنذار، ونبدي من يوم 26 محرم إلى 20 صفر أو 22 صفر بالضبط. إحنا في حالة إنذار، الدوام يكون 12 ساعة شفتين. نعم. هذا في سبيل نكمل أعمال ال حتى تقدر تغطي النظام ويطلع الشيء بأفضل المواكب. أنا يراد لها عمل مضمون يعني. حقيقة. أنا اللي عرفته هسه شفت قدامكم أنتوا توزعون كل سنة مجموعة من التعليمات. نعم. وطبعاً أنا اللي افتهمت إنه السنة عندكم تعليمات إضافية، فيا حبذا يعني بسبب جائحة كورونا، فياريت توضحوا لنا بعض ما يخص يعني التعليمات العامة والخاصة. احنا باقينا 3 دقائق. تعليمات القسم هي كل سنة نفس التعليمات، بس هالسنة لوجود جائحة كورونا انضافت لها بعض التعليمات الصحية حسب توجيهات المرجعية العليا في النجف الأجراف. نقدر نعرف هاي التعليمات الصحية يعني إذا تعطونا المامة بسيطة بها؟ يعني هو نفس اللي انطاه البيان مال المرجعية اللي العليا، يعني هي البيان بالضبط نزول أو إقامة المجالس مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية، التعقيم والكفوف والكمامات والتباعد الاجتماعي، وأوصت المرجعية بالالتزام بتعليمات الصحة. احنا من بداية او قبل محرم هاي الامور، من بعد ما اجانا التوجيه وزعنا هاي التوجيهات الى ممثلياتنا، لان تعرف انت محرم هي تبدي العزاءات تنزل بالله، فمن ذاك الوقت احنا باشرنا بتوزيع هاي التعليمات. يعني هسه هاي التعليمات اللي هسه اعتقد نسخه قبالكم موجوده. نعم. هاي الان وصلت للممثليات ومن ثم الوحدات الإدارية اللي تابعة قبل محرم. وصلت قبل محرم، ولغاية الآن احنا مستمرين بتوزيعها، وهي التعهدات القانونية من تجي المواكب تسوي تعهداتها عندنا ننطيها نسختها من هاي التعليمات. انه زين هاي التعليمات إذا صارت مخالفة لها، يعني مثلا بالنسبة للتعليمات العامة باعتبار كورونا الاستثنائية السنة، خلينا نتكلم عن التعليمات العامة، لو صارت مخالفة شنو إجراءاتكم كقسم يعني؟ يعني حقيقة احنا أكثر من التوجيه ما نقدر. توجيه وإرشاد. توجيه وإرشاد يعني توصيات، التوصية بالالتزام بتوجيهات المرجعية بالدرجة الأولى باعتبار هي شعائر دينية، ومن ثم التزام بالإجراءات الصحية لسلامتهم وسلامة المواطنين. بالسنوات السابقة عندكم تعليمات تصدر للمواكب، يعني نعم. من يصير عندكم موكب يخالف يستدعى مثلا ابو الموكب يتكلمون وياه، يعني حسب المخالفة. حسب المخالفة اكو مخالفات ممكن تجاوز عنها يعني بالكلام والهذا، واذا كانت مخالفته قويه لا تسحب من عند الكفاله. الكفاله والهويه، وتصير بعض الاجراءات اما تبديل كفيل بانه هذا، او يعني يقدم في التعهدات خطيه بأنه ما تتكرر هاي الإساءة وهذه جيد. وبالتالي يعني القسم جاي يساهم مو فقط في عملية توثيق وتنظيم، وإنما جاي قضية أمنية، إنما جاي يساهم في عملية أن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح في هذا المجال. بالضبط، هي تهذيب الشعائر أولا باعتبار يعني لو يصير خلل يخل بقداسة أو قداسة الشعيرة أو المكان. يعني إحنا نوصي قدر الإمكان التزام تعاليم أهل البيت. أحسنتم. حتى نطلع في صورة بهية للعالم الإسلامي اللي دا يشاهد
هاي الشعيره كل انحاء العالم دا يشاهدوها. سيدنا احنا الكلام معكم هوايه حلو وتفاصيل كثيره، نشكركم جزيلا على هذا اللقاء، وان شاء الله المشاهدين استفادوا كثيرا من هذه المعلومات. اعزائي المشاهدين، نتمنى ان تكونوا مستفيدين من هذه المعلومات، وتنقل هذه المعلومات الى الغير من خلال مواقع التواصل، من خلال المشاركه لهذه الماده لاهميتها. شكرا لكم ولانصاتكم، نلتقيكم في حلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.